خبر ثاني مشاهدينا، أعلنت منصة نتفليكس عن عرضها الفيلم ممنوع من البث في المغرب زلي فيك لمخرج والممثل الجدل نبيل عيوش. وعلى الرغم من مرور حوالي 5 سنوات على إنتاجه، إلا أن الفيلم اللي كيتناول واقع الدعارة بالمغرب وقصة 4 فتيات كيمتهنوا الفساد مع مواطنين خليجيين، عاد من جديد لإثارة الجدل بعرضه على المنصة العالمية. انا بصراحة فرحانة بزاف وكنحس بانني حققت انتصار جديد، وكنشوف بان الفيلم بعد ما حقق نجاح ساحق في لي سال وفي بزاف ديال المهرجانات حقق انتصار كبير كذلك على كانال بلوس، ودابا كاين في نتفليكس. هذا انتصار كبير وهذا دليل اخر على انه فيلم عظيم وفيلم غيبقى صالح لكل مكان وزمان. شكرا، وكنتمنى لكم امسية سعيدة.